السكان والبيئة هو الدرس المبرمج لسنة أولى متوسط في مادة التربية المدنية، ولتسهيل عملية الفهم ومنه تجسيد الفكرة ارتأت هذه الأستاذة رفقة تلاميذها وبعد إنجازهم المشروع التوجه لمكان يتماشى ومشروعهم والذي لا يبعد عن مؤسستهم التربوية سوى بعض الأمتار. أنا يحد النفايات تأثر بزاف على 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 علينا حنايا وديرنا أمراض بزاف. أنا الطريقة اللي فهمت بها الدرس هي الاثنين، لأن أستاذة شرحت لنا الدرس مليح وتانيك طبقناه، لأن طبقناه ودرنا بعض المشاريع وانتم تاني تساعدتونا وإن شاء الله نكونوا ناجحين في هذا المشروع تاعنا. أستاذة فهمت لنا الدرس بصح بعد كي درنا هذا المشاريع والآخر زدت ترسخت مليح في أذهاننا. نحن أبناء الحي نطالب بعدم رمي الأوساخ، فهذه الأوساخ تضر بصحتنا وبصحة الآخرين. فكرة تطبيق الدرس النظري لقيت استحساناً عند هؤلاء، كل تلميذ اختار شعاراً يدافع من خلاله عن حيه. النظارة من الإيمان والوسخ من الشيطان. بالنسبة لهذا المشروع هو درس تطبيقي قدمناه في القسم، وبمجرد أنه اقترحنا على التلاميذ أنه لأن التلميذ دائماً يربط ما هو في الواقع، يقول لك احنا نقرأ قدام نفايات، فاقترحنا أن نقدم هذا المشروع التحسيسي. هكذا أرادت هذه المتوسطة التميز عن باقي المؤسسات التربوية وضرب عصفورين بحجر واحد، من جهة درس نموذجي من واقع معاش، ومن جهة ثانية لتحسين واجهة مؤسستهم التي تتنافى والقيم التي يتلقونها داخل أسوار هذا الحرم.